مساكم الله بالخير. قبل شوي تغديت في مطعم نودلز مسوي حركة رهيبة في التسويق. ما راح تضرك، تفيدك إن شاء الله. اسم النظرية هذه احفظها، اسمها الأوفر تشويز، الخيارات المتعددة. باختصار لا تكثر بدائل وتنوع تشكيلة منتجاتك وتشتت العميل. خل العميل يركز ويحصر له الخيارات. واضح؟ اسمع الدراسة هذه اللي صارت. طبعا هذا المطعم يبيع بس نوعين نودلز ويبيع نوع باستا بس. تروح أنت 1 2 3 بس، ايش تختار؟ يلا. النظرية الدراسة هذه صارت على محل كشك يبيع عسل. كيف صارت؟ الدراسة هذه صارت على راعي كشك عسل يبيع 6 أنواع من أنواع العسل بس، ما كثر أنواع. تخيلوا 40% من المشاة، الناس اللي تمشي قدام المحل أو الكشك هذا، وقفوا 40%. 3/4 يعني 75% اشتروا من العسل. هو عارض بس 6 أنواع. الحين سوى حركة ثانية وسياسة ثانية، زود أنواع العسل، خلاها كم؟ 21 أو 24 نوع. 60% من المشاة وقفوا وشافوا وسألوا عن المنتجات اللي عنده. زاد عدد الناس اللي سألت. كم شخص اشترى؟ بس 5%. بس. يعني هناك 75% 3/4 اشتروا، وهنا يوم زادت الأنواع احتار الشخص. الخلاصة لا تخلي العميل يتعب ذهنيا ويفكر، خل سهل الخيارات، بسط المنيو اللي عندك، لا تكثر. انتهينا. أتمنى تفيدكم. والكابتن فوزي أول مرسلة تقول مثل البنات، تحصل عندها في الدولاب 1,000,000 غيار وفستان، ولا جاء وقت الطلعة تختار وتحتار، وهذا طويل هذا قصير هذا فيه يخطي ما يصلح، والقهر تطلع بأخيس لبس. ترى مثل العيال، عندنا وعندكم خير. العيال حتى الحين صاروا وين يعني أشد من البنات. علشان كذا قلل الخيارات، واللي ماله داعي ماله داعي، لا تكثر عندك، خلاص نفض نفض نفض. اللي عندي في البيت الحين ومتابعين سنابي، علم نفسك، ها بس قدام الناس السناب ها مثالي، علم نفسك غياراتك ان شاء الله. خلاص الان ارجع البيت. ابريل الان دولاب انا شيل ودي برا بلدية، اوكي.